الجائر فأمره ونغاه فقتله. أيها الإخوة الكرام، إننا اليوم في أمس الحاجة إلى أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام. قد عرفناها جمالا أنقا، ساحر الأنفاس، حلو النغم. إنها الأخلاق مصباح الدجى وعذاب الكافر المنغزم، وضياء الله في الأرض، فما غيرها يبرئها من سقم. أمة في الأرض لا يقهرها مجرم، بل هي ذل المجرم. زمزم فينا، ولكن أين من يقنع الدنيا بجدوى زمزم؟ أيها الإخوة الكرام، ينبغي أن نعلم أن الأخلاق والإيمان والصلاح قرناء، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن نفصل بينها. إن نبي الإسلام كان يركز كثيرا على هذه القضية وينبه كثيرا على هذه القضية. يجتمع مرة مع أصحابه ويقول: أتدرون من المفلس؟ قالوا: يا رسول الله، المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. نعم، هذا هو المفلس في عرف الناس اليوم، الذي لا يملك مال والذي لا يملك شيئا من هذه الدنيا. لكن النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يربط أذهان الصحابة بالإفلاس الحقيقي، الإفلاس الذي ما بعده تدارك، والخسارة التي ما بعدها رب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة، مفلس ويأتي بصلاة وليس هذا، وصيام، مفلس ويأتي بصلاة وصيام وليس هذا، وزكاة، مفلس ويأتي بصلاة وصيام وزكاة. لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ويأتي وقد سب هذا، وشتم هذا، وقذف هذا، وأكل مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته ويأخذ هذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه طرحت عليه فطرح في النار. نعم أيها الإخوة الكرام، هذا هو المفلس الحقيقي، الذي يصلي ويصوم ويعبد الله لكنه لا يسلم الناس منه. يخرج من عتبات باب المسجد فإذا به يشتم هذا ويسب هذا، ويطلق بصره إلى الحرام، ويأكل حقوق الناس، ويغير منارات الأرض. أيها الإخوة الكرام، أختم بهذه القصة أو بهذا الحديث الذي يبين لنا قيمة الأخلاق ومقدار الأخلاق. أنتم تعلمون أيها الإخوة أن بغي من بغايا بني إسرائيل امرأة داعرة، عاهرة، فاجرة. هذه المرأة أيها الإخوة سقت كلب فغفر الله عز وجل لها وأدخلها الجنة لأنها سقت كلب. لتدركون أيها الإخوة قيمة الأخلاق ومعنى الأخلاق، هذه مرأة سقت كلب فغفر الله عز وجل لها وأدخلها الجنة. وبالمقابل، كما ورد في صحيح مسلم أن امرأة مسلمة حبست هرة، قطة، لا هي أطعمتها إذ حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، حتى ماتت هذه القطة. فدخلت هذه المرأة النار مع أنها مسلمة. لتدركوا أن القضية قضية أخلاق. إذا كانت هذه المرأة أيها الإخوة أجاعت قطة فدخلت النار، ما بالكم بمن يجيع آدمي؟ بل ما بالكم بمن يكون سببا في إجاعة شعب بأسره وأمة بأكملها؟ أين يكون مصيره وما هو حاله؟ أين يكون مصير أولئك الذين تجرؤوا على العباد ومنعوا عنهم الغاز والنفط والبترول وسببوا أزمات وأطفأوا الكهرباء؟ أين مصيرهم؟ أيها الإخوة الكرام، إننا في أمس الحاجة إلى علاج إسعافي سريع يضمد جراحات قلوبنا ويقضي على المرض السرطاني الخبيث. إننا نحتاج إلى علاج الأخلاق يقضي على مظاهر السلبية والتخاذل. نحتاج إلى علاج القوة والشجاعة تقضي على الجبن والضعف والخور والإنهزامية. ولا ننسى أيها الإخوة، ونحن في جمعة الصبر والمصابرة والمرابطة، أن نحيي من هنا، من تعز الأبية، من تعز الصبر والصمود، أن نحيي صبر أبناء نهم وأبناء أرحب والشباب الصابر.
في جميع ساحات وميادين الحرية والتغيير في مختلف محافظات الجمهورية. ألا فلتعلموا أن النصر قريب وأن النصر مع الصبر، ولينصرن الله من ينصره. وصلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه، عموما بقوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك وحبيبك النبي رسول الأمي، عدد ما خط به قلمك وأحصاه كتابك. وارض اللهم عن ساداتنا وأئمتنا أبا بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عسرا إلا يسرته، ولا طاغية إلا أهلكته، ولا أزمة إلا فرجته عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم عليك بعلي ونظامه، اللهم احبك سلاسله وانسف معاقله، وشرد بالخوف نعاسه، واجعل الذل لباسه. اللهم أرنا فيه يوما أسودا، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم إنا نعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق. دعوناك اللهم ربنا كما أمرتنا، فاستجب لنا كما وعدتنا عبادك.